محمد نصار، انت المنسق العام لحمله انا الفقير. انا عايز حضرتك في 10 ثواني كده تقول لي ايه هي حمله انا الفقير بالظبط. هي حمله انا الفقير يعني بتطبق عملي اهم اهداف نزلنا عشانها وهي العداله الاجتماعيه. نزلنا فيها؟ نزلنا فيها يناير و30/6 عشان خاطر العداله الاجتماعيه، فبنحاول نطبقها ان احنا بنطبقها بايدينا. بتعملوا ايه بالظبط بقى؟ بننزل نرصد المشاكل العامة وخاصة في تقارير مرئية ومصورة ومكتوبة، وبنبتدي نعطي على شركات التواصل الاجتماعي ونقول احنا محتاجين مثلا التبرعات العينية، وبننسق مع المجالس المحلية والمحافظات ان احنا نعرض المشاكل العامة عشان ننزل نحلها. ايه اخر نشاط قمتوا بيه في حملة انا الفقير؟ اخر نشاط كنا عاملين مشروع اسمه الاسر المنتجة، كان مشغل عبارة عن مكان خياطة تدريب وتأهيل وتوظيف سيدات ربة المنزل والشباب والبنات. تمام، وايه المشروع او ايه النشاط الجديد اللي ناويين تعملوه في الفتره القريبه؟ هو النشاط الحالي اللي احنا شغالين عليه قافلتين، قافله تتجه لشمال سيناء وقافله تتجه لمدن ونجوع الصعيد. قافله شمال سيناء هتبقى عباره عن بطاطين ومواد غذائيه، وبرده قافله الصعيد مواد غذائيه وبطاطين. طبعا احنا عارفين الشتاء بارد جدا في الاماكن ديت، والاماكن دي شغاله على السياحه واهليها، يمكن كلنا عارفين حالهم الفتره الاخيره عامله ازاي، فبنحاول احنا نوصل لهم اللي نقدر عليه او اللي الناس تقدر عليه. عارف هتوزعوا كام بطانيه بالظبط في شمال سيناء؟ هو انا حاطط التوتال لشمال سيناء 10,000 بطانيه. 10,000 بطانيه؟ هو 10,000 بطانيه. الحمله عامه عندنا ما بتقبلش التبرعات الماديه، ما بتتكلمش في اي انتماء سياسي او ميول شخصي. ما بتقبلوش فلوس يعني؟ لا لا خالص، احنا بنقبل التبرعات العينيه اللي هي المواد الغذائيه او البطاطين. انتماء سياسي ما لناش دخل فيه خالص، ما لناش اي توجه سياسي او شخصي او اي شيء كان غير الناس اللي احنا بنحاول نخدمها بس. يعني مجموعه الافراد المنتمين لهذه الحمله من مختلف الاتجاهات والتيارات السياسيه؟ ما فيش اي مشكله، اي حد حابب ايا كان اختلاف الاراء السياسي او الانتماء السياسي او الميول الشخصي ما عندناش اي مشكله، ما دام داخل في اتجاه واحد بس هو مساعده اهالي فقراء اهلنا الفقراء. تمام. بالنسبه للصعيد ناويين تروحوا فين بالظبط في الصعيد؟ الصعيد هنبتدي من بدايه الفيوم لغايه النوبه، هناخد المدن والنجوع، هتبقى هي رحله عباره عن محطات هنبتدي فيها. طبعا احنا عملنا زيارات من في الفيوم وفي بني سويف وفي المنيا وفي ابو رقاص في المنيا وفي سمالوط وفي هنا وفي سوهاج وفي اسيوط، فعارفين المدن هناك اللي هي محتاجه فعلا، فاحنا هنعمل زيارات محطات. عاملين حسابكم على كام بطانيه تتوزع في الصعيد؟ في الصعيد حوالي 20,000 بطانيه. حوالي 20,000 بطانيه. تمام، الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا.